دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من استاد دمنهور الرياضي احييكم ويسعدني ان اكون معكم محدثكم احمد الجمال لألقي لحضراتكم الوصف التفصيلي للقاء اليوم بالنادي العاب دمنهور والنادي الاولمبي في اطار مباريات الاسبوع السابع من مسابقه الدوري الممتاز به ضمن مباريات المجموعه السادسه. هنبدا تشكيل نادي دمنهور على طول، بيمثله احمد خطاب في حراسه المرمى، يوسف الهاسكي رقم 7، عماد سليمان رقم 14، عادل عبد العزيز رقم 15، تامر فرج رقم 20، محمد كوارشي رقم 26، اسلام ابو قفه رقم 5، رضوان يوسف رقم 13، مصطفى بديوي رقم 6، محمد صادق رقم 23، احمد حسن رقم 9. احتياطي نادي دمنهور النهارده سمير عاشور، محمد المقدم، احمد منصور، السيد سالم، احمد الحجاوي، محمد صديق، ومحمود البشوتي. تشكيل نادي الاولمبي النهارده بيمثله محمد الباس في حراسه المرمى، عطيه البلقاسي رقم 4، عمرو رمضان رقم 5، مرضي جوده رقم 6، كرم ابو طالب رقم 2، احمد حشمت رقم 18، حسن سوسته رقم 14، عموكشه رقم 12، محمد جابر رقم 17، محمد الجوهري رقم 35، عاطف محمود رقم 13. احتياطي نادي الاولمبي النهارده بيمثله محمد عباس وسيد سرور، السيد مختار، معتز بدوي، احمد حجاج، مصطفى وخالد وتامر مجدي. طاقم حكام اليوم طاقم حكام دولي بقياده الكابتن جهاد جريشه، وبيعاونوا محمد ابو رخيه من منطقه الدهليه، وتامر مجدي من منطقه الدهليه، وعصام محمود من منطقه مطروح حكم رابع. اتمنى النهارده نستمتع بلقاء قوي ما بين نادي العاب دمنهور والنادي الاولمبي. فريقين كبار لهم تاريخ عريق في مسابقات الدوري الممتاز. النهارده النادي الاولمبي بيقوده جهاز فني جديد بقياده الكابتن عصام ابو ضيف، بيعاونه خميس جعفر ومساعد حماده البحر مدير كره عماد كره. نادي دمنهور النهارده مدير فني كابتن بسام المرسي، المدرب العام محمد العرجاوي، ومدير كوره كابتن خميس بركات، مدرب حراس مرمى احمد مصطفى بربش. دو 10 يلبس 10 ولا الخمس. نتمنى نستمتع بلقاء اليوم. بيستعد الحكم جهاد جريشه عشان نبدا احداث الشوط الاول. بيصفر الحكم جهاد جريشه ويبدا احداث المباراه. كرة على طول بتتلعب طويلة من حسن سوستة، كرة ناحية اليمين، كرم أبو طالب، كرة بتتلعب طويلة على طول من عمرو رمضان، كرة مع حسن سوستة، بيطلع تامر الفرج على طول الكرة نص الملعب، كرة مع مصطفى بديوي، عماد سليمان بيشتت الكرة على طول في نص الملعب، لما عطية بالقاسي بيطلع على طول، ماشي مصطفى بديوي من ناحية اليمين، مصطفى بديوي بيرجع الكرة لعماد سليمان، عماد سليمان بيرجع الكرة ليوسف الهاسكي، عادل عبد العزيز، كرة مع يوسف الهاسكي تاني لعماد سليمان، كرة بتتلعب لإسلام أبو وفا، بيرجع الكرة تاني ليوسف الهاسكي، عادل عبد العزيز، تحضير من نادي دمنهور، عادل عبد العزيز بيلعب كرة طولية، بيلعب أحمد حسن للهيد داخل منطقة 18، عطية بالقاسي بيحجز على الكرة وتطلع ضربة مرمى لصالح النادي الأولمبي. هيلعب محمد الباز ضربة المرمى. هيلعب محمد الباز الكرة طويلة في نص الملعب. عماد سليمان بيطلع على طول بالهيد، الكرة بتوصل لمرضي جودة. فاول من حكم جهاد جريشه لصالح نادي دمنهور من نص الملعب لصالح النادي الاولمبي. هيلعب عمرو رمضان كره طويله، انما الحكم بيصفر تسلل. بيلعب عماد سليمان الكره على طول ليوسف الهاسكي، يوسف الهاسكي بيلعبها ناحيه اليمين عند عادل عبد العزيز، عادل عبد العزيز بيرجع كرة ليه؟
محمد كواشي، ماشي محمد كواشي في نص الملعب، يوسف الاسكي كره تاني مع محمد كواشي، كواشي بيلعب كره طويله في اتجاه اسلام ابو وفا، مقطوعه على طول من دفاع الاولمبي، بتوصل الكره عند حموكشة، كره مع تامر فرج ناحيه الشمال لمصطفى بديوي، ماشي اسلام ابو وفا بينطلق من ناحيه الشمال عايز يعدي اسلام ابو وفا، انما الكره بتوصل ضربه مرمى لصالح الاولمبي، بتلعب الكره على طول ناحيه الشمال عايز يعدي حشمت، بياخد رمي التماس، هيلعب احمد حشمت رمي التماس من ناحيه الشمال، احمد سليمان قطع الكره من نادي دمنهور، الكره لصادق مصطفى بديوي، تامر فرج ناحيه الشمال، يرجع تامر فرج الكره لعادل عبد العزيز، عادل عبد العزيز بيلعب كره طوليه في اتجاه احمد حسن، انما مقطوعه على طول من دفاع نادي الاولمبي مرضي جوده، رمي التماس لنادي دمنهور، تامر فرج راح يلعب رمي في التماس من ناحيه الشمال، هيلعب الكره طوليه داخل منطقه الجزاء، انما على طول بيطلع دفاع الاولمبي، كرم ابو طالب كرة طويلة في اتجاه عاطف محمود مهاجم نادي الاولمبي، فاول لعادل عبد العزيز، كرة مع محمد كوارشي في نص ملعب نادي دمنهور، بيديها ليوسف الهاسكي، كرة مع مصطفى الديوي بيرجع تاني ليوسف الهاسكي، كرة مع احمد خطاب حارس مرمى دمنهور بيلعبها على طول في اليمين لعادل عبد العزيز، ترجع تاني ليوسف الهاسكي، عماد سليمان، عماد سليمان بيلعب كرة طولية في اتجاه احمد حسن مهاجم نادي دمنهور، بيريحها في الهيد كده، انما بتتقطع من برد جوده، كرة مع عادل عبد العزيز بتروح ناحيه الشمال ناحيه تامر فرج، تامر فرج بيلعب كوره في اتجاه محمد صادق، محمد صادق بيرجعها تاني لتامر فرج لمحمد كوارشي، محمد كوارشي بيرجعها ليوسف العسكي، كوره ناحيه اليمين مع عماد سليمان، بيعمل هات وخد مع اسلام ابو وفا، وماشي عماد سليمان منطلق من ناحيه اليمين، كوره مع مصطفى بديوي، وفاول لنادي دمنهور من ناحيه اليمين، فاول لصالح مصطفى بديوي من نادي دمنهور، كل مرة الحمد لله على السلامة، سلام ورحمة الله وبركاته. عم فتحي جابك ايه؟ صباح النور، سلام ورحمة الله. رايح تامر فرج عشان يلعب الكورة. هيلعب تامر فرج الكورة من ناحية اليمين. جهاد جريشة بيوقف اللعب، بيصفر حكم جهاد جريشة، والفاول بيتلعب داخل منطقة الجزاء على طول، محمد الباز بيطلع الكورة من جونه داخل اسلام ابو وفا بالكورة، حسن سوستة بيطلع الكورة في الاوت، واقع محمد الباز حارس مرمى النادي الاولمبي، رايح جهاد جريشة يطمن على محمد الباز، قام محمد الباز وهيستأنف جهاد جريشة، هيتلعب رمي التماس من ناحيه اليمين، عماد سليمان بيلعبها لمصطفى بديوي، بيطلع على طول الكوره حموكشة بضربه ركنيه، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين، رايح تامر فرج عشان يلعب الضربه الركنيه، هتتلعب على طول الضربه الركنيه احمد حسن تامر فرج، تامر فرج بيلعب كوره داخل منطقه الجزاء، انما الدفاع الاولمبي بيطلع على طول،
كرة في نص الملعب، كرة في نص الملعب، محمود الجوهري بينطلق، محمد الجوهري بينطلق، كرة في نص الملعب، عاطف محمود مهاجم نادي الاولمبي، الكرة بتطلع في الاول، احمد حشمه هيلعب رامي في التماس لحسن سوسكا، حسن سوسكا بيعدي، ماشي حسن سوسكا بيعمل كرة عرضية، ماسك على طول احمد خطاب الكرة، بتلعب الكرة طويلة من احمد خطاب في اتجاه محمد صادق، كرة في نص الملعب مع كرم ابو طالب، مقطوعة الكرة من مصطفى الضيوي، محمد كواشي، رضوان يوسف بيلعب الكرة لمحمد كواشي، بينقل اللعبة على طول ناحية اليمين في اتجاه عماد سليمان، كرة مع سليمان ابو وفة مضغوطة عليه من احمد حشمة، الكرة تطلع في الاوت، رمي التماس لنادي دمنهور من ناحية اليمين، هيلعب عماد سليمان الاوت، بيلعب الكرة لمصطفى الضيوي، ترجع الكرة على طول تاني لعماد سليمان، عماد سليمان بيعمل كرة باتجاه محمد صادق، محمد رضوان يوسف بيرجع الكرة لمحمد كوارشي، بيطلع الكرة بالعرض تاني اتجاه عماد سليمان، كرة مع اسلام ابو وفا، اسلام ابو وفا فاول، فاول من عاطف محمود لصالح اسلام ابو وفا من بعد نص الملعب، محمد كواشي بيلعب الكرة لتامر فرد، ترجع الكرة لعادل عبد العزيز في الدفاع، يوسف الهاسكي تتنقل على طول من ناحية اليمين، اسلام ابو وفا بيلعب كرة انما مقطوعة من دفاع الاولمبي، كرة مع احمد حشمة تتلعب على طول لحمكشة، احمد حشمة بيلعب الكرة تاني في نص الملعب عند حمكشة، حمكشة بين اللعب هناك، كرة في الاوت، تم التماس للنادي الاولمبي، تتلعب على طول عطية البلقاسي، عطية البلقاسي بيعدي عطية البلقاسي، بيلعب كرة طولية في اتجاه عاطف محمود، فاول النادي دمنهور، الكرة بتتلعب عادل عبد العزيز، كرة فاول لصالح النادي الاولمبي، فاول من مصطفى الضيوي لصالح كرم ابو طالب من النادي الاولمبي، لسه الماتش ريتمه هادئ، 13 دقيقة من أحداث الشوط الأول، ولا تزال النتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، يلعب عمرو رمضان الكرة طويلة في نص الملعب، يطلع على طول يوسف رضوان من نص الملعب، مصطفى الضيوي لتامر فرج، يلعب على طول مرضي جودة الكرة توصل في نص الملعب عن محمد جابر، فاول للنادي الأولمبي من ناحية اليمين، رايح كرم ابو طالب عشان يلعب الفاول، كرة بتتلعب على طول لحمكشة في نص الملعب، بيلعب الكرة عرضية في اتجاه حسن سوسكا، حسن سوسكا بيلعب الكرة لاحمد حشمت، حشمت بيديها لحسن سوسكا تاني، عايز يعدي حسن سوسكا الكرة في الاول، هيلعب احمد حشمت رمي في التماس، احمد حشمت بيلعب الكرة لحمكشة، حمكشة عايز يعدي، بيلعب الكرة هات وخد كده مع مرضي جودة، حمكشة تاني لكرم ابو طالب في نص الملعب، اسلام ابو وفا بيطلع الكرة في الاول، رمي التماس للنادي الاولمبي، هيلعب احمد حشمة رمي التماس لحسن سوستة، حسن سوستة تاني بيحاول يعدي يعمل كرة بالعرض، الكرة داخل منطقة الجزاء، تامر فرج بيطلع من منطقة الجزاء على طول، الكرة بتوصل في الاوت، رمي التماس للنادي الاولمبي، بتلعب الكرة من محمد جابر لكرم ابو طالب، كرة مع عادل عبد العزيز بيطلع من دفاع دمنهور،
توصل الكره لمحمد صادق انما مقطوعه من النادي الاولمبي، ترجع الكره لحارس مرمى الاولمبي محمد الباز، بيلعب الكره لعطيل بلاسي، عطيل بلاسي سلامه حسن سوستا في نص الملعب، حسن سوستا بيعمل كره طوليه انما مقطوعه من رضوان يوسف، كره تروح لمحمد كوارشي، محمد كوارشي بيلعبها لمحمد صادق، صادق بيرجعها ليوسف رضوان. تم الفرج بيدي رضوان يوسف تاني الكره وبيعمل كره بالعرض داخل مصطفى بدري، احمد حسن، احمد حسن بيسجل الهدف الاول لنادي دمنهور، هدف جميل لاحمد حسن بعد مرور 16 دقيقه من احداث الشوط الاول، احمد حسن بيسجل اولى اهداف هذا اللقاء عشان يتقدم نادي دمنهور على النادي الاولمبي بهدف. الكره اتعملت بالعرض، قضى عليها احمد حسن عشان يسجل الهدف الاول لنادي دمنهور بعد مرور 16 دقيقه من احداث الشوط الاول. هيبتدي نادي الاولمبي تاني، الكره في نص الملعب ناحيه اليمين، هيلعب محمد جابر الكره انما حكم يشير بتسلل، تتلعب الكره من عادل عبد العزيز لمحمد كوارشي، كره مع تامر فرج ناحيه الشمال، تامر فرج بيلعب الكره لاحمد حسن، بيرجع الكره في نص الملعب عند رضوان يوسف، رضوان بيعمل كره طوليه انما احمد حشمان بيحجز على الكره وتطلع في الاول رمي التماس للنادي الاولمبي، احمد حشمان بيلعب الكره على طول، كره مع محمود الجوهري، ترجع لحموشه، رمي التماس للنادي الاولمبي، هيلعب احمد حشمان رميه التماس، في لاعب واقع في نص الملعب من نادي دمنهور رايح جهاد جيشه يطمن على اللاعب، يطلب الجهاز الطبي، بص فريقين كبار لهم سوالات وجولات في الدوري الممتاز، النادي الاولمبي السنه دي بادئ مش كويس، حصل تغيير في الجهاز الفني النهارده اول قياده الفنيه الكابتن عصام ابو ضيف بعد رحيل كابتن كبير، هيستأنف حكم اللقاء جهاد جريشه، الكره بتتلعب على طول في نص الملعب بتروح لتامر فرج من نادي دمنهور، بيشوط شوطه كده قويه انما بتعدي لجوار القايم، ضربه مرمى لنادي الاولمبي، محمد الباز بيلعب الكره على طول مرضي جوده، مرضي جوده بيلعب كره طوليه في اتجاه عاطف محمود، عاطف محمود مهاجم نادي الاولمبي بيحجز على الكره بيعدي، ماشي عاطف محمود ناحيه اليمين، كره مقطوعه لما حكم الراية يشير بفاول لصالح النادي الاولمبي، الكرة هتتلعب من ناحية اليمين، فاول للنادي الاولمبي، عطية البلقاسي هو اللي هيلعب الفاول، بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء على طول بيطلع عادل عبد العزيز والكرة تسلل على النادي الاولمبي، كان اللاعب مرضي جوده في موقف تسلل، احمد خطاب بيلعب الكره على طول لعادل عبد العزيز، كره مع يوسف الهاسكي، يوسف الهاسكي بيرجع تاني لعادل عبد العزيز، كره تاني مع يوسف الهاسكي بيحضر اللعب في نص الملعب، كره مع اسلام ابو وفا، اسلام ابو وفا بيلعب الكره تاني في اتجاه عادل عبد العزيز، عادل عبد العزيز بيلعب كره طوليه في اتجاه تامر فرج، انما عمرو رمضان بيطلع في الاوت، رمي التماس لنادي دمنهور
ضرب رايت كورنر. هيلعب تامر فرج الاوت. الكره بتروح لمحمد صادق مهاجم نادي دمنهور، بيرجعها تاني لتامر فرج. تامر فرج بيحاول يعدي وبيرجع الكره تاني لرضوان يوسف. تامر فرج بيديها تاني لرضوان يوسف. رضوان يوسف عايز يعدي على طول، قاطع مدافع النادي الاولمبي. الكره بتوصل باتجاه كرم ابو طالب. كرم ابو طالب عايز يعدي، شنكلة خارج منطقة ال 18 وفاول لنادي دمنهور. واقع لاعب من نادي دمنهور وفي انذار من جهات جريشة. هنشوف ايه ده الانذار لمين. انذار لمحمود الجوهري رقم 35، اول انذار يخرجه الكابتن جهاد جريشة في احداث اللقاء. نادي دمنهور بيحتل المركز الثالث قبل لقاء اليوم برصيد 10 نقط. النادي الاولمبي بيحتل المركز التاسع برصيد نقطتين. طبعا مكان الاعتراضيك بالنادي الاولمبي احد اعرق الانديه المصريه. قام تامر فرج وهيخرج يكمل العلاج خارج الملعب. شايف مصطفى الضيوي ومحمد صادق على لعب الكرة. كابتن بسام المرسي بيوجه ان صادق هو اللي هيلعب الكرة. هيتلعب الفاول على طول بصادق، والصادق بيشوط شوطة قوية. كرة داخل منطقة الجزاء، بيطلع محمد الجوهري كرة لضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي دمنهور من ناحية اليمين، رايح مصطفى الضيوي عشان يلعب الضربة الركنية. مصطفى الضيوي هيلعب الكرة من ناحية اليمين، بيعمل اوفر داخل منطقة 18 وشوطها جامدة انما بتطلع ضربة ركنية. ولا واحد بيخرج الكورة مدافع النادي الأولمبي لضربة ركنية. هيلعب تاني مصطفى الضيوي الكورة. كورة طويلة داخل منطقة الجزاء، كورة لرضوان يوسف بيعمل كورة بيعلقها داخل منطقة الجزاء إنما بيشتت على طول مرضي جودة. كورة بتوصل لمحمد كوارشي لتامر فرج. تامر فرج بيعمل كورة طولية في اتجاه مصطفى الضيوي، تخرج الكرة رامي التماس للنادي الأولمبي. أحمد حشمت هيلعب رامي التماس. كرة داخل منطقة ال 18 بتتلعب طولية في اتجاه عاطف محمود مهاجم النادي الأولمبي. مقطوعة على طول الكرة محمد كوارشي لكرم أبو طالب، بترجع من النادي الأولمبي. كرة لأحمد حشمت ناحية الشمال، بيعمل كرة في اتجاه سوسة مقطوعة من عماد سليمان لإسلام أبو وفا. إسلام أبو وفا بيحاول يعدي إنما مقطوعة بين عاطف محمود. كرم ابو طالب في نص الملعب النادي الاولمبي. كرة على طول بترجع اتجاه تامر فرج. هيلعب الكرة من ناحية الشمال، ترجع الكرة ليوسف العسكري في الدفاع. يوسف الهاسكي بيلعب الكرة لتامر فرج. الكرة بترجع تاني في نص الملعب عند محمد صادق. محمد كوارشي بيلعب كرة ناحية اليمين اتجاه عماد سليمان. عماد سليمان بيرجع الكرة في نص الملعب اسلام ابو وفا. الكرة بتروح للدفاع النادي الاولمبي وبيسيبها لحارس المرمى محمد الباز. الكرة بتتلعب عند عطية البلقاسي مدافع نادي الاولمبي. عطيه بالاسي بيلعب كره طوليه في اتجاه عاطف محمود انما قطع على طول الاسي. كره خلفيه بيلعبها على طول امام سليمان، بتتلعب لمصطفى الضيوف في نص الملعب. مقطوعه من حموكشه
كوره ناحيه الشمال مع محمد جابر. محمد جابر بيعمل كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، ده منهور، بيطلع الناس سليمان الكوره لرضوان يوسف، كره من محمد صادق بنهد، عطيه بالقاسي بيلعب كره لاحمد حشمت ناحيه الشمال، احمد حشمت عايز يعدي معاه اسلام ابو وفا، احمد حشمت بيرجع لحموكشة، كره مع كرم ابو طالب لحموكشة ثاني، عايز يعدي حموكشة ياخد اوت، احمد حشمت هيلعب على طول الكره يعني التماس بتتلعب على طول لمحمود محمد الجواري. محمد الجواري عايز يعمل كره عرضيه انما عماد سليمان قطع الكره، كرة مع احمد حشمت بتلعب الكره على طول لحسن سوسته، احمد حشمت بيعمل كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، شوطه من محمد جابر انما بتعلى العرضه عشان تبقى ضربه مرمى لنادي دمنهور. ضربة مرمى نادي دمنهور، احمد خطاب اللي هيلعب ضربة المرمى. بنلعب على طول كرة طولية في نص الملعب، توصل عند عطية بالقاسي، مدافع نادي الرومبي بيرجعها على طول في نص الملعب لحسن سوستا. كرة بتولى احمد حشمة تحت الشمال، بيعمل كرة طولية في اتجاه حسن سوستا، انما على طول قاطع عماد سليمان، كرة في الاول، لم يتماس للنادي الرومبي. احمد حشمت بيلعب الاوت على طول، بيطلع عماد سليمان، كرة لم التماس بتخبط احمد حشمت قبل ما تخرج، بتبقى لم التماس لنادي دمنهور على مهله، عماد سليمان رايح يلعب التماس، عماد سليمان بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، عادل عبد العزيز بيريح الكرة لاحمد خطاب. احمد خطاب بيلعب كره على طول طويله في نص الملعب، بيطلع على طول عمرو رمضان مدافع نادي الاولمبي، الكره في اتجاه عماد سليمان مدافع نادي دمنهور، بتخرج في الاوت، ثاني التماس لنادي دمنهور. اللي عايز شال اللي عايز حساب. عماد سليمان هيلعب الكره في نص الملعب، مصطفى الضيقي، محمد كوارشي بيعمل كره انما فاول لصالح محمد كوارشي من نادي دمنهور في نص الملعب. كرة في نص الملعب، واقع لعيب من نادي دمنهور. اللي عايز شال اللي عايز حساب. واقع لعيب من نادي دمنهور، نازل الجهاز الطبي. شايف محمد صادق بيستعد لاجراء التغيير الاول لنادي دمنهور. محمد صديق. نتمنى السلامة للاعب دمنهور. أحمد حسن تقريبا هو اللي واقع على الأرض، التبديل الأول لنادي دمنهور، هيخرج أحمد حسن وهينزل محمد صديق رقم 19. أحمد حسن صاحب هدف اللقاء. الكرة بترجع مع عادل عبد العزيز، بتروح الكرة ناحية الشمال عند تامر فرج. تامر فرج بيلعب الكرة في نص الملعب عند مصطفى الضيوي. الكرة بترجع تاني لتامر فرج. رضوان يوسف يعمل كرة طولية في اتجاه محمد صديق، إنما مرضي جودة قاطع عليه. الكرة بترجع لمصطفى الضيوي. تامر فرج تاني. تامر فرج بيغير لعب في اتجاه يوسف العسكري مدافع نادي دمنهور. في اليمين ناحية عماد سليمان. ترجع الكرة لأحمد خطاب حارس مرمى نادي دمنهور. عادل عبد العزيز. ماشي عادل عبد العزيز وبيعمل كرة طولية. بيطلع عمرو رمضان لنص الملعب اسلام ابو وفا. كرة بتوصل لمحمد صادق. مقطوعة من محمد الجوهري لمحمد جابر. كرة مع عاطف محمود مهاجم نادي الاولمبي بيحاول يعدي من ناحية اليمين. فاول للنادي الاولمبي من ناحية اليمين.
كرم ابو طالب، كرم ابو طالب وعطيه بالقاسم على الفاول. هيلعب عطيه بالقاسم الكوره داخل منطقه الجزاء، بيطلع على طول عماد سليمان من قلب الدفاع. تامر فرج بيعمل كره طوليه في نص الملعب، الكره بتوصل عند عمرو رمضان. عمرو رمضان بيعلق الكره في نص الملعب عند مرضي جوده، الكره بتروح مع كرم ابو طارق من اليمين، قاطع على طول رضوان يوسف وبيشتت على طول يوسف العسكري. الكره في نص الملعب الكوارشي بتتقطع من محمد جابر، محمد الجوهري بيعمل هات وخد مع محمد جابر وبيحاول يعدي من ناحيه اليمين، انما الكره بتطلع في التماس. 30 دقيقة، 30 دقيقة من احداث الشوط الاول، والنتيجة لا زالت تقدم نادي دمنهور بهدف احمد حسن في الدقيقة 15 من الشوط الاول. كرة في نص الملعب، احمد حشمت بيعمل كرة بينية لعند محمد الجوهري، انما على طول بيتلخبط فيها عادل عبد العزيز يوسف الهاسكي ويقطع رضوان يوسف. كرة عند محمد صادق بن صديق، تطلع رامي التماس للنادي الاولمبي، احمد حشمت اللي هيلعب رامي التماس من نص الملعب. بيلعب احمد حشمت الكرة طويلة بيطلعها على طول عماد سليمان، محمد كورشي لمحمد صديق، كرة مقطوعة منه من حموكشة، حموكشة بيعمل كرة ناحية اليمين عند محمد جابر، محمد جابر بيلعب لمحمد الجوهري بيرجعها الكرة على طول لمرضي جودة لكرم أبو طالب. عادل عبد العزيز بيقطع الكرة ويسلمها لتامر فرج، تامر بيلعب كرة طولية إنما تطلع في التماس، رامي التماس للنادي الأولمبي. هتتلعب رامية التماس، كرة مع النادي الأولمبي، يفاول لمحمد الجوهري من ناحية اليمين، ورايح جهاد جريشة بيحذر رضوان يوسف بيقول له ما تعترضش. عطية بالقاسي هو اللي هيلعب الفاول من ناحية اليمين، هيعمل الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، بيطلع عماد سليمان، الكرة بتوصل لعاطف محمود مهاجم. ضربة ركنية لنادي الأولمبي من ناحية الشمال، هيلعب أحمد حشمت الكرة داخل منطقة الجزاء، أحمد خطاب بالبوكس بيطلع من منطقة الجزاء، إسلام أبو وفا بيلعب كرة باتجاه محمد صادق. كرة مقطوعة من حموكشة في الأوت، محمد صادق بيسيب رامي التماس لعماد سليمان، رايح جهاد جيشة وبيحذر حموكشة برضه يقول له ما تعترضش. هيلعب التماس عماد سليمان، كرة طويلة قاطع على طول أحمد حشمت، محمد صادق، كرة لحموكشة في نص الملعب للنادي الأولمبي. الجهري بيلعب كرة باتجاه سوستا، انما الكرة تطلع اوت، رامي التماس لنادي دمنهور. عماد سليمان، عماد سليمان بيلعب الكرة في اتجاه محمد صادق، قاطع على طول احمد حشمت في الاوت، رامي التماس لنادي دمنهور. عماد سليمان لاسلام ابو وفا، اسلام ابو وفا بيلعب الكرة في اتجاه تامر فرج ناحية الشمال، كرة بتروح لمصطفى بديوي، كرة مقطوعة من محمد جابر، رامي التماس تاني لمصلحة نادي دمنهور. على مهله تامر فرج رايح يلعب رامي التماس، مصطفى بديوي بيريح كرة بالهيد تاني لتامر فرج، مصطفى بديوي بيرجع الكرة في نص الملعب عند رضوان يوسف، بينقل اللعب عند يوسف العسكي. عماد سليمان ناحية اليمين اوت لمصلحة نادي دمنهور، رايح عماد سليمان عشان يلعب رامية التماس. عماد سليمان هيعمل كرة طولية في اتجاه مصطفى بديوي، بتعدي الكرة من حموكشة داخل عطية بالقاسي بيحجز على الكرة وتطلع ضربة مرمى.
محمد الباس حارس مرمى نادي الاولمبي هيلعب ضربه المرمى توصل على طول طويله نص الملعب في اتجاه احمد سليمان بيطلع الكره في الاوت رمي التماس للنادي الاولمبي احمد حشمت هو اللي هيلعب رمي التماس الكره بتتلعب عند يوسف الهاسمي انما بيصفر الحكم نهاد جريشه فاول لمصلحه النادي الاولمبي فاول من ناحيه الشمال نهاد جريشه بيكلم اسلام ابو وفاء بيقول له ارجع على 10 يارده احمد حشمت هيلعب فاول بيلعب الكره ارضيه مقطوعه على طول لما بتروح تاني مره ثانيه للنادي الاولمبي عاطف محمود مهاجم النادي الاولمبي كره ناحيه الشمال احمد حشمت اسلام ابو وفاء بيطلع الكره جهاد جريشه رايح يحذر اسلام ابو وفاء واحمد حشمت لعب الكره على طول في الاوت توصل ضربه مرمى لنادي دمنهور 35 دقيقه من احداث الشوط الاول ولا زالت النتيجه تقدم نادي دمنهور بالهدف اللي سجله احمد حسن دقيقه 15 من الشوط الاول احمد خطاب حارس مرمى دمنهور هيلعب الكره بتلعب ناحيه اليمين لاحمد سليمان ترجع الكرة تاني ليوسف الهاسكي كرة ناحية اليمين مع عادل عبد العزيز بيرجعها تاني ليوسف الهاسكي بيلعب كرة طولة كلية في نص الملعب محمد رمضان مدافع النادي الأولمبي بيطلع الكرة بالهيد توصل لإسلام أبو وفا محمد كوارشي من نادي دمنهور قاطع لما بترجع تاني في نص الملعب للنادي الأولمبي محمد رمضان أحمد حشمت عاطف محمود لما كرة مقطوعة من يوسف الهاسكي كرة في نص الملعب فاول للنادي الاولمبي بتلعب الكرة على طول من محمد الجوهري حسن سوستا في نص الملعب كرة ناحية مرضي جودة مرضي جودة ناحية اليمين بيعمل كرة عرضية واقع حموكشة في نص الملعب بيوقف حكم المباراة جهاد جيشة اللعب واقع حموكشة في نص الملعب واعتراض من الجهاز الفني للاولمبي اللاعب واقع على الارض واقع اللاعب حموكشة ورايح الجهاز الطبي عشان يطمن على اللاعب داخلين على الدقيقة 37 من الشوط الأول ولا زالت النتيجة تقدم نادي دمنهور بالهدف اللي سجله أحمد حسن جهاد جريشة رايح يعمل إسقاط هيعمل جهاد جريشة الإسقاط كورة مع أحمد خطاب حارس مرمى دمنهور كورة ناحية اليمين مع عادل عبد العزيز بيلعب الكورة في اتجاه تامر فرج كرة لمسة يد في نص الملعب من مرضي جودة كرة بتتلعب لعادل عبد العزيز يوسف الهاسكي عادل عبد العزيز كرة طويلة في نص الملعب بيطلع أحمد حشمت الكرة محمد الجوهري في نص الملعب هجمة للنادي الأولمبي قاطع رضوان يوسف في نص الملعب الكرة بترجع عند حموكشة حموكشة بيحجز على الكرة وعايز يعدي فاول للنادي الاولمبي فاول للنادي الاولمبي عطية البلاسي هيلعب الفاول عطيه بالاسي هيلعب كرة طولية احمد حشمت يوسف الهاسكي بيطلع الكرة في الاوت رامي التماس للنادي الاولمبي احمد حشمت هيلعب التماس الكرة مع عاطف محمود
لما بيعمل فاول مع عماد سليمان مدافع نادي دمنهور. الكرة مع يوسف العسكي لرضوان يوسف. عادل عبد العزيز يلعب كرة طولية لما قاطع على طول عطيه بالقاسي كورش تاني في نص الملعب بصادق بصديق. نعم بتروح كرة سهلة في ايد محمد الباس حارس مرمى النادي الاولمبي. كرة طويلة لمحمد الباس في نص الملعب. عادل عبد العزيز بيطلع مرضي جودة حموكشة في نص الملعب. كرة مقطوعة منه من رضوان يوسف. محمد كورشي كرة مع حموكشة في نص الملعب مقطوعة من اسلام ابو وفا. فاول لنادي دمنهور من نص الملعب. يوسف العسكي يلعب الكرة لعادل عبد العزيز. عادل عبد العزيز مقطوعة منه الكرة من حسن سوستة. عايز يعدي حسن سوستة انما عادل عبد العزيز ياخد الكرة مرة تانية والكرة بترجع من كورشي ليوسف العسكي. كرة طولية من يوسف العسكي في اتجاه عطيه بالقاسي اللي بيلعبها لمرضي جودة. مرضي جودة ناحية اليمين ناحية محمد جابر. كرة مقطوعة من محمد جابر من عادل عبد العزيز بيعمل كرة أرضية لمحمد صادق. محمد صادق بيدي الكرة دي رضوان يوسف. مقطوعة من رضوان يوسف من محمد جابر ناحية اليمين ماشي محمد جابر ورمي التماس لنادي دمنهور. تامر فرج هيلعب رمي التماس. كرة في نص الملعب مع رضوان يوسف بيعمل كرة طولية بتروح في اتجاه محمد الباس حارس مرمى النادي الأولمبي ياخد الكرة على طول محمد الباز. محمد الباز بيلعب كرة طولية في نص الملعب. كرة مع محمد الجوهري ترجع لمحمد جابر ناحية اليمين ماشي محمد جابر ناحية اليمين. كرة من حسن سوستة تاني لمحمد جابر. محمد جابر عايز يعمل كرة عرضية لما مقطوعة من رضوان يوسف تطلع رامي التماس لمصلحة النادي الأولمبي. هيتلعب رامي التماس كرة مع كرم ابو طالب. عاطف محمود لكرم ابو طالب تاني يعمل كرة مقطوعة على طول من يوسف العسكي. كرة مقطوعة من حموكشة بتروح لمحمد الجوهري يعمل كرة راح في منطقة 18. بعد مرور 44 دقيقة من أحداث الشوط الأول هدف التعادل للنادي الأولمبي. كرة تعادل بينية من محمد الجوهري انفرد أحمد حشمت. أحمد حطها في حارس مرمى دمنهور سجل هدف التعادل للنادي الأولمبي بعد مرور 44 دقيقة من أحداث الشوط الأول. كرة مع يوسف العسكي. محمد كورشي يلعب الكرة ناحية عادل عبد العزيز. عادل عبد العزيز عايز يعدي في نص الملعب. يوسف العسكي بيلعب كرة طولية في اتجاه عطية البلاسي مدافع نادي الأولمبي. كرة عند مصطفى بديوي. مصطفى بديوي يلعب كرة لو مقطوعة من محمد رمضان مدافع نادي الأولمبي. كرة لعادل عبد العزيز ناحية الشمال عند تامر فرج. كرة بتتعامل بالعرض داخل منطقة الجزاء من تامر فرج بيطلع على طول دفاع نادي الأولمبي. محمد كورشي كرة بتتلعب من يوسف العسكي. كرة في اتجاه محمد الباس حارس مرمى النادي الأولمبي. كرة ناحية اليمين بتلعب طولية بيطلعها على طول يوسف العسكي مدافع نادي دمنهور. بيوصل الكرة في نص الملعب عند كرم ابو طالب. كرم ابو طالب بيلعب الكرة مع عاطف محمود. كرة مع حسن سوسه بيشوط شوطه قويه انما بتعمل عرض عشان تبقى ضربه مرمى لنادي دمنهور.
45 دقيقة من أحداث الشوط الأول، والنتيجة أصبحت التعادل الإيجابي بين نادي دمنهور والنادي الأولمبي. عماد سليمان بيعمل كرة طولية اتجاه محمد صادق. تم الفرج، كرة بتروح لمحمد صديق. كرة بتروح تاني مع عادل عبد العزيز، بترجع عليه يوسف الهاسكي. رضوان يوسف في نص الملعب. اسلام ابو وفا بيعمل كرة تاني مع عادل عبد العزيز، وعادل عبد العزيز بيلعب الكرة ليوسف الهاسكي. تحضير من يوسف الهاسكي مع عادل عبد العزيز. عادل عبد العزيز ماشي بالكرة، بيعمل كرة طولية، انما عطيه بالقاسي بيطلع الكرة. كرة من تم الفرج بالهيد. حموكشة بيلعب الكرة في اتجاه كرم ابو طارق، في اتجاه محمد جابر. الكرة بتطلع في الاوت، رمي التماس لنادي دمنهور. حكم جهاد جريشة يدي الوقت الضايع. كرة في الاوت، تامر فرج بيلعب الكرة لمصطفى بديوي. تامر فرج بيلعب الكرة تاني، انما بتطلع رمي التماس لنادي دمنهور. مقطوعة الكرة من الاولمبي، هجمة لنادي الاولمبي. كرة من محمد جابر. مارتي جودة بيلعب كرة طولية، بتطلع رامي التماس لمصلحة دمنهور. تامر فرج هيلعب التماس، بتتلعب لمصطفى بديوي. مصطفى بديوي عايز يعمل كرة بالعرض، انما مقطوعة حموكشة. كرة مع كوارشي في نص ملعب النادي الاولمبي. تديها للهجمة ناحية اليمين عند عادل عبد الله. عماد سليمان، عماد سليمان محمد صادق. مقطوعة من صادق الكرة، كرة مقطوعة على طول. كرة محمد الجوهري، انما مقطوعة من عماد سليمان. عاود من نص الملعب لمصلحة النادي الاولمبي. احمد حشمت هيلعب الاوت. كرة بتروح يوسف الهاسكي، بيحجز يوسف الهاسكي على الكرة، بيعمل كرة طولية. رايحة الكرة بالهيد احمد حشمت لمحمد الجوهري. مقطوعة من اسلام ابو وفا في نص الملعب. الكرة بتتلعب على طول رضوان يوسف. رضوان يوسف في نص ملعب نادي دمنهور. الكرة بتتنقل ناحية الشمال عند تامر فرج. كرة مع محمد صديق، وقع محمد صديق فوق على الأرض وبيقوم تاني. كرة بتروح سهلة لدفاع نادي دمنهور. دقيقة وقت محتسب بدل الضايع، أعلن عنها حكم الرابع عصام محمود من منطقة مطروح. كرة تتلعب طولية داخل منطقة جزاء، بتروح سهلة لمحمد الباس حارس مرمى الأولمبي. كرة ناحية اليمين عند كرم أبو طالب، بيلعبها ليه حسن سوستا. حسن سوستا عايز يعدي، لما مقطوعة من عادل عبد العزيز، رامي التماس للنادي الأولمبي. خلاص بنلعب في الثواني الأخيرة من أحداث الشوط الأول، والنتيجة لا زالت التعادل الإيجابي بين دمنهور والأولمبي. محمد صادق، محمد صادق بيحجز على الكرة في نص الملعب، بياخد فاول. الكرة بتطلع من رضوان يوسف. كرة مع كوارشي ورضوان يوسف تاني. عادل عبد العزيز، عادل عبد العزيز بيلعب كرة طويلة في اتجاه عطيه البلقاسي، بيطلع عطيه البلقاسي الكرة وبيصفر حكم اللقاء جهاد جريش عشان ينهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين دمنهور والأولمبي 1-1. استراحة قصيرة ونعود بكم إلى أحداث الشوط الثاني.